سنذهب إلى هذه الصور الحصرية، وصلتنا الآن لأحداث معركة اليوم الموعود في درعا، بعد ذلك نعود لتتمة الحوار. هدفنا الآتي: تحرير تل عريد وحاجز عين عفا. الهدفين يبعد الأول عن الثاني مسافة 800 متر، بين حاجز عين عفا وتل عريد مسافة 800 متر. فصائل الجبهة الجنوبية تستهدف تل تعريف بغداء في الهاون 15/11/2014. معركة اليوم الموعود. الله أكبر! الله أكبر! عبد الله! 15/11/2014، تفجير دبابة على أيدي فصائل الجبهة الجنوبية في معركة اليوم الموعود. تل تعريد 15/11/2014، حرقة 24 من شات تحويل تل تعريد. الطيارة المروحية استهدفت